شويه هيك شويه اقعد اقعد انضموا انضموا شويه ما يقدروا مرتلوك صوبت بالموصل ضحايا ارهاب صوبنا، وبعدها سجلنا بمنظمة منظمات خابرتنا وهي نقلتنا من الموصل الى اربيل، زرعوا لنا هاي الاطراف الصناعيه. يعني دور المنظمات كان مهم جدا، واحنا حاليا يعني زرعوا لنا الاطراف دربنا عليها كملنا، وحاليا احنا جايين نلعب بياناتنا فريقين كره قدم طوبه. فاحنا يعني والحمد لله اللي هي مثل ما يقول الله ثم المنظمات يعني ما قصرت، وجودها كان مهم جدا بالحياه، واي واحد اي معاق يعني لا يفقد الامل. يعني قبل كنت العب طوبه، بعد ما صارت هاي الحرب في عمليات التحرير في الموصل انصابيت بتر ساقين تحت الركبه. الان بعد 9 أشهر من الاصابه تمكنت من شد اطراف صناعيه، لكن هاي المباراه ايضا خلتنا نصير امل بعد ازيد بالحياه، وكل ما مثل هذه المباراه صارت مره ثانيه يعني خلتنا امل بعد ازيد بالحياه انه نقدر نسوي اي شيء. بالنسبه لي انا طالب مدرسه وان شاء الله ارجع، يعني بما ان خلوا لي طرف بعد راح ارجع ان شاء الله شل الدراسه واكمل حياتي. كاحنا هسه مثل الطلاب والعامل والشي ما حد له، هسه تعوقنا سبب هاي الحروب سبب داعش ما حد دعمنا، يعني نطالب من جهات يعني المعنيه المسؤولين الحكومه العراقيه انه ينظرونا بان يعني مساعده يساعدونا. خلال النشاط هذا اللي صار انه قمنا بتزويدهم باطراف صناعيه من خلال القنصليه الكويتيه ومنظمه روناهي بدعمهم، قمنا بتزويدهم باطراف صناعيه. الاطراف الصناعيه هاي تعيدهم للحياه، وشفنا النشاط اليوم مثلا عباره عن نشاط بسيط، هو عباره عن لعبه رياضيه بس تعيد لهم الثقه بنفسهم انه هم يعني ماكو فرقهم فرق عن شخص آخر، يقدر يمارس حياته، يقدر يمارس نشاطاته الرياضية.